كتب على الطريق عبارة عن مفهوم كثير بسيط، اللي هي كتب معروضة على السيارة طبعا بطريقة فسيفسائية، فالكتب كلهم مجمعين على بعض على السيارة وزي الفسيفساء، فشكل السيارة بيختلف. وهي يعني مبادرة بتساعد على نشر ثقافة القراءة وبتحفز الناس على القراءة وبتقربهم للكتاب، لأنه الناس هنا ابتعدت عن القراءة وابتعدت عن الكتاب. I think because like libraries aren't as common in like public spaces as they are for me in the US, I think it's a really great concept to give access to people who might not have books often to like be a traveling seller, not just in a storefront. Everybody likes it.